التجارية بالبحيرة. طبعا الغرفة التجارية من سنوات عديدة لها دور في مواجهة محاربة الغلاء وتوفير السلع الأساسية لمحدود الدخل ومتوسط الدخل بأسعار مناسبة توافق مع دخلهم. في الحقيقة أن هذا العام كان غير سابقيه من الأعوام، تم عمل حوالي 7 معارض كبيرة في مراكز عديدة بالإضافة إلى 3 منافس في مدينة دمنهور، وذلك لعرض السلع بأسعار مخفضة وفي متناول يد الجميع، وجميع السلع كل ما يتطلبه البيت المصري من أو البيت البحراوي من منتجات غذائية، بالإضافة لأن اللي بيقوم بتوفير هذه السلع دول منتسب الغرفة، هم تجار شرفاء محترمين بيقوموا بعمل تخفيض في الأسعار، تخفيض شخصي طبعا، ده لأن الأسعار ارتفعت في الفترة الأخيرة ارتفاع شاسع ملحوظ الجميع بيعاني منه، لكن في الحقيقة اللي حصل إن دور رئيس مجلس الإدارة بالتعاون مع أعضاء وأعضاء مجلس الإدارة إن هم يسعوا دايما لإن هم يعملوا دور اجتماعي، يعني الغرفة مش دور تجاري بس، لا لها دور اجتماعي بيساعد المواطنين ولحمايتهم من جشع بعض الناس اللي هم لما أقصد يعني بيستفادوا في فترة انتقالية، يعني للأسف ارتفاع الدولار وانخفاض سعر الجنيه وبيستفادوا من الفترة دي، لكن الحمد لله قدرنا نواجه المشكلة دي بحنكة، وتمت يعني محافظة البحيرة من أشهر المحافظات اللي واجهت الغلاء في الفترة دي.